أسبوع من المكاسب على عدة صعود في بورصة قطر يؤكد أن التعافي الاقتصادي في الدولة يكتسب زخما إضافيا. البورصة مرآة الاقتصاد، تعكس أجوان إيجابية ومتفائلة مع تفاعل الأسهم المدرجة في السوق مع الإعلان عن ارتفاع أرباح الشركات المدرجة بنسبة تزيد على 28% خلال النصف الأول من العام الحالي. أرباح بلغت 5,630 مليون دولار تتوزع على 48 شركة مدرجة في قطاعات البنوك والخدمات المالية الصناعية، البضائع والعقارات، إضافة إلى الاتصالات والنقل والتأمين. كما أن القرار الحكومي بزيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من بنك قطر الوطني والبنك التجاري ومصرفي قطر الإسلامي والريان بما يصل إلى 100%، أضفى أجواء إيجابية للغاية نظرا لمساهمة القرار في جذب المزيد من السيولة إلى السوق المالية. وبالفعل تفاعل مؤشر السوق إيجابا مع هذه البيانات والقرارات، وتخطى في جلسة نهاية الأسبوع حاجز 11,000 نقطة. يتزامن ذلك مع بيانات رسمية تظهر ارتفاعا للإنتاج الصناعي بنسبة 6% خلال مايو الماضي، وتضاعف فائض التجارة الخارجية 3 مرات خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مسجلا قرابة 13 مليار دولار. مناخات إيجابية تسيطر على الأجواء في ظل الربحية العالية للشركات وأدائها الإيجابي على مختلف المؤشرات، وتقود إلى مرحلة جديدة من الأداء في الربعين الثالث والرابع من العام. كل ذلك وغيره يشير إلى حالة من تصاعد المؤشرات الاقتصادية القطرية وتحسن في أداء جميع القطاعات، بينما تستعد الدولة لاستقبال بطولة كأس العالم بعد 15 شهرا من الآن.